بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك كتابة. أطراح وطن تتضاءل معها وأمامها كل الأفراح، وفي الأخير دقيقة حداد على شهداء الغدر والخسة والخيانة. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في برنامجكم ملك وكتابة، الحلقة التي تحمل الرقم 748 يستهلها المهندس عدلي بكل الترحم والدعاء لشهداء الوطن الأبرار، أن يتغمدهم الله بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يسكنهم مع الشهداء والصديقين إن شاء الله. يعني هو دي مش بمعنى الحرفي ولكن بمعنى الرمزي. لكن أستاذ إبراهيم، ونحن نتراشق ونستعرض البطولات، هات لي بطولة واحدة ولا كل البطولات توازي أو تقارن بطولة شهيد يدافع عن أرض بلده وعن مقدرات أمته كما فعل شهداؤنا. يعني هم الشهداء دقيقة حداد على ضمير مات، ضمير خسيس ويموت في أماكن أخرى يعني، ولكن أرادوا ضرب. المرة دي الضربة كانت مش موجهة إلى مجموعة في رسالة إلى جيش أو شرطة، دي كانت موجهة إلى أقدار وطن بتضرب مشروع مهم واستراتيجي لتنمية سيناء، وهو سلة الغذاء القادمة للأمن الغذائي المصري. فأبطالنا ضحوا من أجلنا جميعا، ونحن نتذوق كل لقمة عيش علينا أن نتذكره. ألف رحمة ونور على شهدائنا الأبطال، وحفظ الله الوطن. حلقة اليوم حلقة مهمة فيها كثير من التفاصيل، وهذه أبرز عناوينها. مقالي ومقاله في القلب صالح. الغربال الكاف على المحك، وبعظمة لسانه هذه ليلتي. الشموع الحمراء عن إسماعيل داود، وفي أسرار الملك سلوك يعيش دائما، وأخيرا مجلتنا من 40 سنة. قبل ما ندخل في محتوى الحلقة، عايز أقول لكم الخبر المهم اللي أعلنته إدارة الاتحاد الأفريقي قبل لحظات قليلة، أنه قررت قيادة الكاف السابقة، يقصد المكتب التنفيذي السابق، في 17 يوليو 2019 أن يتم تحديد الفائز بدوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة بدلا من النهائي المعتاد ذهاب وإياب. وبيقول الاتحاد الأفريقي أنه الكاف تلقى عرضا من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ومن الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم لاستضافة نهائي بطولة توتال إنرجي لكرة القدم 2022 اللي هي دور الأبطال، وسحب الاتحاد السنغالي لكرة القدم بعد ذلك عرضه. لذلك يسر الكاف أن يمنح المغرب استضافة نهائي بطولة توتال إنرجي كاف دوري أبطال إفريقيا 2022، وموعد المباراة النهائية هو 30 مايو 2022. وبيقول الكاف، وتجرى حاليا مناقشات داخل الاتحاد الإفريقي للعودة إلى النهائي القديم ذهابا وإيابا لتحديد الفائز بدوري أبطال أفريقيا توتال إنرجي بدلا من نهائي الذهاب. ده اللي أعلنه الاتحاد الأفريقي بعد اجتماع له منذ لحظات قليلة. طيب ده بيتضمن كذا حاجة. أيوة. الاتحاد الإفريقي بيغسل يده من تهمة التحيز. يقول لك كان بيتقدم 2 وكنا نعرف إن بيتقدم 5. وبعدين استقر على السنغال والمغرب في إشارة إلى إن السنغال سحبت عرضها فلما يبقى إلا المغرب. أيوة. فيقول لك طب نعمل إيه؟ وهنا نرجع تاني فلاش باك بقى. ونشوف دور الاتحاد المصري كان ايه وليه. خلينا من دي بقى.
الرسالة المبهمة في آخر سطرين. الاتحاد بيدرس فكرة إن المباراة تبقى مبارتين، من إمتى؟ ما حددش، ولكن كان في كلام سابق إن من الموسم القادم. إحنا طبعًا عايشين في عصر بالونات الاختبار. يعني يطلع لك الموضوع وتخش فيه في يعني مناقشات وجدل كثير. أي يعني اللي أنا عايز أقوله، لقد أطاح الاتحاد الإفريقي بكل قواعد العدالة وتكافؤ الفرص. وأنا أظن برضو التعليقات التي صدرت على لسان أحد مسؤولي المغرب الشقيق فريق الوداد أنه مندهش من موقف الأهلي. لا، لو كان تقرر أن المباراة دي هتكون في مصر، أعتقد أن كان من حق أي طرف يصل إلى النهائي بما فيهم الوداد أن يحاول أن يأخذ المباراة إلى أرض محايدة. ما فيهاش زعل، ما فيهاش نوع من التليح الكلام، بالعكس اللي يقدر يلقح هو انك انت تلعب نهائي مرتين ورا بعض، ثلاثه مرة الكونفدراليه السنه اللي قبل اللي فاتت، السنه اللي فاتت دوري الأبطال. السنه دي دوري الابطال. والكلام ده لو كان اتقال بدري قبل وضوح اقتراب الاهلي اقتراب، انا ما بقولش ان الاثنين تاهلوا على فكره، بقول اقتراب، كانت هتبقى مفهومه. لكن النهارده اتخذ القرار وقد اتضحت الصوره بشكل يكاد يقترب من 80%، برضه ما كانتش يعني مريحه قوي. نصيحتي للنادي الاهلي بقى، عشان مش يعني 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 هناخذ بالاسباب كعادتنا، نلجا الى كل الوسائل. الاتحاد المصري عليه ان يعفي الاهلي من هذا الحرج، مش عايزين كل ماتش لازم يبقى فيه سخونات يعني. وهنا احيي الفريق الجزائري والاتحاد الجزائري الشقيق ان المباراه الوحيده اللي عدت بدون تلقيح ولا سخونه ولا افتعال ازمات كانت مباراه الاهلي ووفاق سطيف. ربما لان البلدين الكبار استوعبها درس الماضي، ولكن انا ارجو ان انا الاوان ان تكون كره القدم في الملعب فقط، ما ناخدهاش بره الملعب في اي حاجه في اي اتجاه تاني. كل الناس اللي عايزه تلعب بكره القدم خارج ملاعب كره القدم يراعوا الله شويه. احنا بالنسبه كنادي اهلي خلاص، ايا كانت النتيجه علينا ان نكون مستعدين لو ربنا يسر وكنا احنا طرف النهائي، ان احنا نلاقي اي حد وفي اصعب الظروف، ودي بتكون يعني بتصحصح النادي الاهلي. طيب، ده كلام مهم جدا، لكن هو الأشقاء في المغرب ليهم كل الحب والتقدير والاحترام، شيء طبيعي جدا انه بيدافعوا عن حقهم، بالذات أسرة نادي الوداد، ان من صلاحها جدا انه تلعب الفاينل في مركب محمد الخامس قدام كل الجماهير المغربية مناصري او انصار الوداد. هنا النادي الأهلي لما طلب، يا جماعة، طلب مشروع جدا وحفاظا على مبدأ نزيه جدا. الاهلي لما اتكلم انه حفاظا على مبدا تكافؤ الفرص واللعب النظيف، المباراه تقام في دوله غير الدول اللي منها الاربع انديه المتاهله اللي هم المنافسين المحتملين للدور النهائي. يعني الاهلي ان المباراه تيجي مصر لان في الاهلي، او تروح الجزائر لوفاق سطيف، او تروح انجولا لبترو اتلتيكو، او تروح المغرب للوداد. دول الاربع اطراف اللي موجودين ومحتملين او مؤكد منهم اتنين في النهائي. الاشقاء في المغرب بيتمسكوا بحقهم. الاتحاد الافريقي اخر حاجه، وده سبب الورطه الحقيقيه، انك انت فضلت مستني لمنطقه الريبه وبدات تتكلم. منطقه الريبه ايه؟ اللي هي بدات الخيط الابيض من الخيط الاسود من النهائي، بدات الامور تتضح ويبقى شكلها رايح فين. فلو كنت انت هتنحاز تقول ان المباراه تقام في مصر، كان الاشقاء في المغرب من حقهم يعترضوا، لانه الف باء ان انت درءا لاي شبهات انك انت بتعلن بدري قوي علشان ما حدش يكلمك. وانا هنا عايز استغرب على حد من الزملاء الصحفيين طلع امبارح في احدى القنوات بالليل وبيقول لك هو الاهلي زعلان ليه؟ ما ده معلن من الاول. لا، سيادتك اللي جاهل وما انتش متابع خالص، لانه لغايه من ساعة بالظبط الاتحاد الافريقي ما حسمش. من ساعة بالظبط.
فيتهم الاهلي هو اللي مفتعل المشكله وقال الاهلي عامل مشكله مع الاشقاء في المغرب. الاهلي ما عملش مشكله خالص. ده برضه عايز يركب نفس موجه التحريض بالظبط والتوقيع مفيش فايده يا ابني. انتوا فين؟ انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ دي نفوس مريضه والله. اه والله اعيادها الحيل، والله ما هيعرفوا ينافسوك منافسه شريفه ابدا عمره. فانت جاي تخبط بين الاهلي والمغرب والاهلي بيعترض، وبعدين تسمع الكلام بقى اللي يغيظك، هو الاهلي لازم ياخدها ثلاث مرات ورا بعض؟ ياخدها 10. حاجه غريبه لازم جدا. يعني انا عايز اسال سؤال، هي البطوله طول ما الاهلي بياخدها ضعيفه عشان سيادتك لا تتاهل في هذه البطوله الضعيفه، انت والناس اللي بتدافع عن الباطل، يعني انا اللي مستفزك انك انت تبقى بتلعب بطوله واخرين لا شان لهم. هم اللي عاملين المشاكل على طول. هم اللي متبنيين المشاكل بالظبط، هم اللي بيردوا، هم اللي بيعلقوا، هم اللي عايشين معانا اكتر مما ينبغي. لان هم ما عندهمش حاجه تانية يعملوها. يعني حفاظا على ماء الوجه شويه يا جماعه، يعني كل واحد يخليه في حاله. فموقف الاهلي الواضح جدا اللي بيحترم الاشقاء في المغرب اكتر من اي حد الحقيقه، ارسل النادي الاهلي خطابا الى باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم بيطلب فيه اقامه المباراه عشان تشوفوا وتخليكم شاهدين على شويه الكذابين اللي كل الهدف ازاي يعمل مشكله. عدت حكايه سطيف وعدت علاقه مصر والجزائر على احسن ما يكون بكل الاحترام والتقدير. نروح متجهين ناحيه المغرب. وانا كنت لسه عايز اتحفظ لما اشوف اي فكر شيطاني هيعملوه في مباراه العوده. فقال النادي الاهلي في خطاب موقع من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي انه نظرا لان الكاف لم يعلن عن الدوله التي سوف تستضيف المباراه النهائيه لدوري الابطال حتى الان لحين ارسال الخطاب، وهو الامر الذي كان ينتظر الجميع الاعلان عنه في وقت مبكر قبل وضوح الرؤيه وتقليص عدد الفرق المتنافسه الى 4 فقط وهي التي تتبارى حاليا في الدور قبل نهايه البطوله، وطالب النادي بالعداله الكامله وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإقامة المباراة المشار إليها في ملعب محايد، ولن يكون من العدل منح طرف أفضلية بإقامة النهائي في بلده ووسط جمهوري على حساب الطرف الآخر، خاصة أن هذا يتنافى مع قواعد اللعب النظيف. وأكد النادي الأهلي على ثقته الكبيرة في عدالة الاتحاد الأفريقي وإدارة الأمور باحترافية بما يحفظ حقوق الفرق الأربعة. كلام في منتهى الوضوح والاحترام. الاهلي ما قالش هاتوها لي مصر، مع انه مصر دوله المقر والمغرب منظم النسخه اللي فاتت، يعني حتى تكرار النسخه ورا بعض المساله يا سياده الكاف زياده قوي، زياده قوي كده، ما تبقاش كده. يعني الاتحاد الافريقي انت لو اعلنت مبدئيا انت جريت ورا تقليد اعمى للاتحاد الاوروبي، انه الاتحاد الاوروبي بيعمل نهائي دوري الابطال من مباراه واحده. ايوه بس اوروبا غيرنا، السفر بالنسبه للجماهير بين الدول الاوروبيه متاح وسهل وظروفهم حتى الاقتصاديه غيرنا ومعلنه من البدايه. وثانيا هو بيعلنها من بدري قوي انه نهائي دوري الابطال السنه دي في باريس. لو كان باريس سان جيرمان صعد محدش كان هيقول له هتلعب في بلدك، لا هو ده معلن وده درءا لاي شبهه. لكن انت تفضل مستني لغايه النهارده ويطلع حد امبارح يقول لك هو الاهلي زعلان ليه؟ الاهلي ما قالش تيجي مصر يا سيدي. الاهلي تحدث عن مبدا تكافؤ الفرص للجميع. بما انك سالت هذا السؤال وده سؤال مهم جدا هجاوبك. لو ان زي ما قلت حضرتك بنلعب البطوله من البدايه عارفين ان الفاينل هيكون في المغرب، لا الاهلي كان هيزعل ولا هيزعل ولا هيعلق بالظبط ولا هيتكلم. اما انك سبت الباب مفتوح لحد من ساعه فاتت ما احناش عارفين هنلعب فين، فكنا بنقول لك لا خدنا في ارض محايده. يعني مش وبعدين مفاجأة إن انسحاب السنغال، يعني يجوز السنغال يعني برضو يعني ما احنا برضو بينا وبين السنغال الهيصة اللي فاتت دي يعني كان خلاص وما خلاش لازمة الحقيقة يعني. طيب هنا بقى يعني انت بتدور على العدالة وتكافؤ الفرص واحترام المسابقة ولا لا؟ العدل في الجملة الأخيرة في بيان الكاف أو في الخبر بتاعه اللي على الحسابات الرسمية بتاعته إنه بيدرس إقامة المباراة بالذهاب والعوده. طب تعالى نفترض ان هيطبق من السنه دي هيعمل ازاي بقى الذهاب والاياب؟ يعمل قرعه ولا هيقول ان الماتش الاولاني في المغرب والتاني في القاهره وممكن يقول لك العكس يعمل قرعه ويحزم المساله، يعني يعمل قرعه بين الاهلي والوداد اذا تاهل يعني ان شاء الله ويحزم المساله بالقرعه.
وده الأقرب للعدل يعني الأكثر حفظا لكل حقوق الأطراف. بقول لكم الأهلي مش بيتكلم على مصلحته هو، لما يتكلم يتكلم على مصالح الفرق الأربعة المتأهلة للسيمي فاينل. فنتمنى إنه الاتحاد الأفريقي يخفها شوية، يخفها شوية بجد، لأنه كده حتى في الإسناد بهذا الشكل لا. المسألة أفريقيا دولة أو قارة تحتمل كل حاجة، جنوب أفريقيا تنظم، حتى لو أنت بتتكلم على أسباب تنظيمية وأسباب تسويقية، ما أنت تقدر المباراة تروح تونس، تونس ما منهاش فريق وأقرب للمغرب وأقرب لمصر، لو بتدور حتى على فكرة إن أنت تحفظ مكان. الاتحاد القطري كان الاهلي والزمالك لعبوا الطرفين المباراه السوبر، رحنا جنوب افريقيا في 94 فاتمنى انه الاقرب للعدل والاكثر حفظا لماء الوجه للاتحاد الافريقي ان المباراه تبقى ذهاب او الدور يبقى ذهاب وعوده زي ما كان ويرجع لهذا الشكل. وانا عارف انه كتير من اعضاء اللجنه التنفيذيه في الكاف منهم متسبي منحازين للفكره ديت، وعشان كده قالوا ده مش قرارنا، فكرة المباراة الواحدة ده كانت من الإدارة التنفيذية السابقة. نتمنى خلال الساعات القليلة من الإدارة التنفيذية يصدر ما يقر هذا الحق. يعني أستاذ إبراهيم، كل اتحادات العالم بتسعى إلى أنها تزود عدد الماتشات. كفكرة اقتصادي. الاتحاد جه في 2019 وعملها مباراة واحدة، مع أن هي كانت أول مرة الأهلي والزمالك. وكانت في يعني ممكن تعملها مباراة واحدة للاثنين في مصر. لكن بعد كده هي ما ينفعش تبقى مباراه واحده بصراحه. لا يعني وانت بتقررها كنظام مش هتستنى مين اللي هيصعد انت. طب انت بتعمل مباراه واحده، ما انت ماتشين مش كسبان. انا بقول لك بيقلد اوروبا، يا ريته يقلدها في كل حاجه. طيب بمناسبه قطر، كابتن محمود الخطيب كان استقبل امبارح الشيخ حمد بن خليفه ال احمد الثاني رئيس الاتحاد القطري لكره القدم، زار النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفينه، واستقبله كابتن محمود الخطيب واعضاء بمجلس الاداره، وكان في صحبته المهندس هاني ابو ريده عضو اللجنه التنفيذيه للاتحاد الافريقي والدولي. والحقيقه يعني فاكرين من اول ما كانت قطر مستضيفه كاس العالم للانديه كان الشيخ حمد بن خليفه بن احمد حريص على زيارة معسكر الأهلي باستمرار ولقاء الكابتن محمود الخطيب، وهو لما اتكلم على أنه بكل الوضوح والصراحة راجل أهلاوي جدا، وقال أنا أهلاوي من قبل ما اشتغل ومن قبل ما ارتبط بالاتحاد القطري ولا ادخل في السكة وكان دي، وكان بيلعب لسه. سعيد جدا زي ما هو قال هتشوفوا كلمته على زيارته للنادي وعلى اللي شافه خلال هذه الزيارة. كابتن الخطيب أهداه درع النادي الأهلي التقديري وفانيلة النادي الأهلي في تكريم للضيف الكبير، اللي الحقيقة عبر عن سعادته الكبيرة باللي شافه في النادي الأهلي في الجزيرة من إمكانات ومن تطوير شديد في البنية التحتية وفي مقر كرة القدم زي ما حضراتكم شايفين في اللقطات. وكان الدكتور محمد شاوي والأستاذ طارق أنديل أعضاء مجلس الإدارة والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي مع الكابتن الخطيب في استقبال الضيف الكبير. يعني زيارة لها مدلولها. أي بتأتي في أجواء عالمية الجميع يتقارب، ويعني الرياضة عليها أن توحد لا تفرق. عايزين أذكر الناس اللي عمالة تشعل في قضايا وفتن ومواضيع ملهاش لازمة، يعني رفقا بالوطن شوية، رفقا بالمعاني السامية حبة، لأن إحنا محتاجين نبقى جنب بعض كلنا في هذه اللحظة، كلنا مش في مصر بس، كلنا كأشقاء عرب وأفارقة. يعني بالتأكيد وبالتأكيد كل التوفيق لقطر إن شاء الله في تنظيم مونديال كبير يليق بالأمة العربية وهي بتستضيف هذا الحدث الكبير الحياة نوفمبر من هذا العام. هنشوف في هذا التقرير جانب من هذه الزيارة الكريمة للشيخ حمد بن خليفة بن أحمد الثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، ونطلع بعد التقرير لفاصل ثم نتواصل.
بداية أنا أحب أعبر عن سعادتي بتواجدي هنا في قلعة رياضية كبيرة، يمكن أكبر قلعة رياضية في الوطن العربي أو حتى في أفريقيا وآسيا، اللي هو النادي الأهلي، وأنا من أكبر مشجعي النادي الأهلي من زمان. اليوم أنا لما أكون متواجد هنا مع الكابتن محمود الخطيب كنجم كبير في كرة عالم كرة القدم ورئيس النادي الأهلي، شيء كبير بالنسبة لنا. احنا اجتمعنا مع الكابتن محمود، تكلمنا في امور كثيره تخص النادي الاهلي خاصه. يعني انا زيارتي مش يعني مو بصفتي كرئيس اتحاد، لكن لمحب للنادي الاهلي وللكابتن محمود. فان شاء الله ان شاء الله الايام الجايه ان شاء الله ممكن نتكلم في تفاصيل اكثر، بس بشكل عام هي زياره وديه حبيه للكابتن محمود للنادي الاهلي. احنا في الدول العربيه خاصه يمكن دول الخليج معتمدين دائما على الدعم الحكومي اكثر من الرعايه التجاريه. فانا المنشات اللي شفته بشكل حاجه ممتازه، وتفاجات ان كلها من دعم او مدخول خاص بالنادي بدون اي دعم حكومي، وهذا شيء كبير يدل على مكانه النادي الاهلي تاكيدا على مكانته الكبيره. فهذا يعني مثل ما قلت لك، هذا خلي ابناء الاهلي، وانا ممكن هنا اوجه رساله بسيطه للاعبين الاهلي سواء لكل اللعبات من الاشبال لحد الرجال وجمهور الاهلي ومحبين الاهلي. انا اقول لهم عندكم نادي الواحد يفتخر فيه انه يكون اهلاوي، فالناس بتحسدكم على تواجدكم في النادي الاهلي، خاصه لعيبه نادي الاهلي، انه مش اي واحد ممكن يحصل الفرصه انه يكون في نادي كبير بالحجم هذا. فاتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي. وبهالمناسبه احب ابارك لهم على فوزهم امس على نادي وفاق سطيف الشقيق. مباراة كانت حلوة بالنسبة للنادي الأهلي، يعني تقريبا قطع نسبة قوية كبيرة في التأهل النهائي، لكن كرة القدم ما لها أمان. ولكن نتمنى إن شاء الله أن احنا الماتش الجاي الأهلي يتأهل النهائي ويكون نصيبه كأس أبطال أفريقيا إن شاء الله. بالنسبة لنا احنا في قطر كل شيء ممكن. وجود نادي مثل النادي الأهلي وطرف الآخر أعتقد الوداد المغربي يكون قريبه، يعني الناديين من اكبر الانديه العربيه وشعبيه كبيره في خاصه في قطر وفي الخليج. ف يعني الفكره هذه ممكن الان من سؤالك جات في دماغي، فممكن ليش لا؟ يعني اذا لوائح الاتحاد الافريقي تسمح باقامه النهائي خارج القاره، ليش لا؟ احنا راح نتشرف باستضافه راح نكون متشرفين باستضافه مباراه من هالحجم، مثل ما استضفنا السوبر الافريقي لمده 3 سنين او 4 سنين. فممكن ان احنا نستضيف البطوله هذه اول مباراه هذه، وراح نفتح نقاش ان شاء الله مع الاتحاد الافريقي ان شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد. طمناكم على الهاندبول وعلى الطايره وعلى الباسكت، وترحمنا على روح الكابتن العظيم الكابتن صالح سليم، لكن يبقى هناك الكلام الكثير بعظمة لسانه. هذه ليلتي في واحدة من أبدع عروض النادي الأهلي، لم يحدث من 40 سنة تقريبا، من 82، أنه الأهلي يفوز في مباراة لسيمي فاينل في بطولة أفريقيا 4-0. عشان كده المعلق الليبي محمد بركات اللي كان بيعلق على هذه المباراة الأهلي وفاق سطيف في القناة الناقلة أجاد لما قال: هذه ليلتي، هكذا يقول الأهلي، هذه ليلتي، هكذا يقول الأهلي. هذه ليلتي بين ماض من الزمان وآتي. لازم أقول لك بقى جورج جرداق إيه الماضي وإيه الآتي في أداء الأهلي وعروضه. الماضي أمجادك، مكانتك، لهتك وراء البطولات. فهذا الماضي المحترم جدا الذي هو شوكة تمنع التراجع. لا سبيل أمامك، كل ما تتقدم خطوة الشوكة دي في ظهرك ماشي معاك. أيوة. فالسكة الوحيدة اللي مسموح لك أنك تمشي لقدام. فهذا هو الآتي. الليلة كانت انتصار اليد والطايرة وكرة القدم انتصارات مشرفة.
نستمر بقى. يا رب الآتي بقى، عايزين البطولة الإفريقية، أيوة، ثم الطايرة، أيوة، ثم السلة أو السلة ثم الطايرة، أيوة، ثم نرجع بقى للدوري أو يعني البطولات اللي جاية باختصار يعني. لأنك زي ما بقول، كل ما هتكسب اوعى تفتكر أنك أنت هتريح، هتيجي تعمل كده تلاقي الشوكة. واللي ما عرفتش تتفرج على الماتش، هو يعني انت عرفت؟ هو انت بس يعني كل مره تسالني السؤال ده؟ لكن ما كنتش طبعا متصور يعني ان الماتش مجرياته هتمشي بالشكل ده. لكن اللي يجننك، مش يجننك، هو يسعدك برضه. ايوه، هو احنا ليه مش فيش حاجه عجبانا؟ ايوه، هو احنا لما نكسب واحد ايه ده؟ مكسب بصعوبه. لما ما نكسبش اهدرنا مكسب مؤكد. لما تكسب 4 كان ممكن نكسب 9. على فكره يا جماعه، ما فيش فرقه في العالم بتتحاسب بالفرص الضائعه. صحيح، كله بيتحاسب اللي احرزوه. صحيح، لانك انت، ما انت عشان تجيب جول لازم توصل للجول. يعني ماتش فيه 3 كور في العارضة يا استاذ ابراهيم. ايوه، نقعد نتأتأ وفي ناس عماله، والله العظيم انا شفت ناس مش عارف وشها كان اصفر. طبعا، وهي تنتقص من انتصار الاهلي. ومن موسيماني تحديدا. ايوه، الانتصار للراي مش اهم حاجه يا جماعه. يعني احيانا يكون انتصارك لرايك هزيمه. طبعا، يعني انت وانت بتحاول تثبت مكابره، ما هي المكابره بتخليك تتنازل عن المنطق. طبعا، والحقيقه والواقع والأمانة في مقابل والامانه. يعني طبعا، يعني انت متخيل انه يوصل البعض يقول لك اصل بطوله افريقيا؟ طبعا سيبك ان الناس حاولت كتير تقلل من وفاق سطيف، والكل مش واخد باله ان وفاق سطيف افضل دفاع في البطوله. هو عدى على مين طيب؟ بالظبط، اقصى الترجي. فيتقال لك لا، اصل ايوه احنا مقدرين ان عشمكم ما كانش كده. يعني احنا فاهمين الموضوع، انتوا مش زعلانين ان وفاق سطيف ضعيف، انتوا ما كانش يعني الامل في كده. فبالتالي انا عايز اذكر بس، لانه يجي يتقال لك ايه ده بطوله الدوري المصري اقوى من بطوله افريقيا. طب بطوله الدوري المصري دلوقتي يتصدرها فريق الزمالك، يتصدرها بعروض جيده ونتائج جيده، مش كده؟ طب المتصدر للدوري المصري دلوقتي مش كده ليه؟ ترتيبه، انا هسالك سؤال. مش كده ليه؟ ايه النتائج؟ النتائج قريبه وضيقة باعتبار ان الهلال عنده مؤجلات يا سيدي. كويس، لم تلعب بعد. انا بتكلم على العروض. ايوه، هي لا تختلف كثيرا عن الاهلي، عن الثلاث ماتشات الاخرانيين. كويس، لكنه مين الاول؟ الزمالك. الزمالك جاوبني. الاول في الدوري مين؟ الزمالك. بنفس الفريق وبنفس المدرب وبنفس التشكيل، ترتيبه في دوري الابطال الافريقي اللي بيقولوا عليه ضعيف رقم 14. ال 16 نادي اللي شاركوا في دوري الابطال يا جماعه، اللي دخلوا دور ال 16، متصدر الدوري المصري الحالي ترتيبه ال 14 فيهم. هو من 11 ل 14، لان الثلاثه متساويين. متساويين. انت يفرق بينهم بقى. النقاط هي متساويين. واخد بالك؟ فانت متخيلين بطوله يشارك فيها ابطال الدول وتؤهل لابطال بطوله القارات، لابطال القارات على مستوى العالم. فيعني قليل من المنطق شويه الحقيقه. بطولة الدوري بطولة مهمة جدا، بطولة قوية، بنأمل ليها مزيد من التطوير ومزيد من الارتقاء ومزيد من التقدم، لكن غير معقول أبدا أنه أضعف بطولة هي تلك التي يفوز بها الأهلي باستمرار. يعني منطق غريب، دي بطولة قارة، دي ده دوري أبطال أفريقيا. يعني سؤال، دوان عندنا 16 فريق أفريقي. سيب الأهلي والزمالك، لو وزعنا 16 فريق بتوع الدوري المصري هيفوزوا بالدوريات الافريقيه كلها؟ ما هو لو الدوري بتاعنا اقوى يبقى هم ده ناس بتقارن لك بالمراكز. طب دوري ابطال افريقيا البطوله الاهم، البطوله الاقل من. انا هسالك سؤال. ايوه، يعني اذا كان من هو اقوى من الترجي في الدوري المصري بخلاف الاهلي والزمالك؟ مش هدخله في المقارنه. ما هو اقوى من
الوداد الوداد والرجاء بيترو اتلتيكو، ما هو كان مع نادي مصري مع الزمالك يعني ليه مازيمبي مين اقوى من مازيمبي؟ انا بقول لك اذا كان دوري الابطال ضعيف، طب ما الكونفدراليه البطوله الثانيه بالمنطق الفني، ما هو ده مثلا يخرج منها المصري ويخرج منها بيراميدز والاثنين مصنفين من فرق المقدمه في الدوري المصري. يا جماعه والله احنا مقدرين انه فوز الاهلي الكبير اذهب العقل، هز كيانات ناس لدرجه انه يتقال ايه، والله انا سمعتها، انتوا بتقولوا الاهلي بيضغط على ريال مدريد والاهلي احسن نادي في العالم، انتوا كده بتعملوا احتقان. طبعا طبعا بعمل احتقان يا استاذ ابراهيم، انا كده بعمل احتقاق بيني وبين ريال مدريد، احتقان عند جماهير ريال مدريد طبعا انا ما اقول لهم انا وراكم وانا زيكم وانا وجماهيري اكتر من جماهيركم كمان، واخد بالك، انا بعمل احتقان بيني وبين ريال مدريد انت ليه مندهش؟ فهي يا جماعه اي نادي من حقه يتغنى بابطاله، يمجد لعيبته ويحتفل ببطولاته، وارجوكم مفيش داعي لحد يتناول لا بطولات حد ولا انتصارات حد ولا فرق حد، لكن احنا بنتكلم على يجي يتقال لك ايه، هو انتوا زي بتقولوا ان الاهلي يعني في الترتيب العالمي، هو الاهلي يعني بيشارك في الدوري الانجليزي ولا الاسباني؟ ده منطق برضه عجيب جدا، منطق يضحك، لانه التصنيف يا حضرات يا سيدي التصنيف ده، وانت لما بتقول منتخب مصر تصنيفه الكذا على مستوى العالم، ومنتخب مصر كان راح لاعب لما وصل مع ايام الكابتن حسن شحاته انه تاسع العالم، هل هو كسب كل اللي تحت منه؟ يعني التصنيف ان انت بتاخد نقط فحسب المعيار للجهه المسؤوله على النقط، رغم ان المعيار الاكثر صدقا وتطبيقا على مستوى العالم اللي هو ساري لغايه دلوقتي واللي هو بيستفيد منه برضه، فهي يعني خلوا كل واحد يحتفظ لنفسه ولفرقته ولناديه باسباب تفوقه وفرحته. انا بس عايز اقول حاجه اضيف على كلامك، امتى هننشغل بانفسنا؟ ما هو انا في طرحي المستمر ان كل منافس بتاعي ما ياخد بطوله اقلل منها، مش داريان ان انا بقلل من نفسي، لان انا لا لان انت مش عارف تاخدها، مش عارف اخدها وحتى البطوله اللي بفتخر بيها اللي هي الدوري بيسموني الوصيف دلوقتي كويس كده ما تشوف يا عم ايه الحكايه، شوف انا فين. فبرضه حتى فانت ما تعملش معيار، لكن تفرح ببطولاتك مؤكد، تفرح لما تكسبني لازم، طبيعه الامور يا استاذ ابراهيم، وكل كل مشجع شايف النادي اعظم نادي وحقه يمارس مش هدف. حقه ما هو انا كان ممكن ابقى مشجع نادي تاني لكن انا حطيت معايير لنفسي كده لقيتني بشجع اخترت ده والحمد لله اي فانا المسألة بالنسبة لي انك لا صادر عليك بالظبط، بس انت مالكش دعوة بيا، مالكش دعوة بيا غير لما لعبك وفي الملعب انا وانت وريني نفسك صحيح بس. صحيح انما كل بقى ما اصلك ما هدي عاملة تاني زي الموظف اللي بيترقى عشان عمال بياخد ماجستير ودكتوراه وكورس كمبيوتر ومش عارف بيعمل دراسه في ايه ويحضر مؤتمر ايه، وزميله اللي قاعد كل يوم يروح البيت يقول لمراته وعياله انا ما ترقيتش علشان زميلي ده قريب المدير ومراته تعرف مراته ويريح دماغه. الحقيقه لا، الحقيقه لازم تكون انت في المنافسه وتاخد بالاسباب. يعني انت كويس انك خلاص، وده ذكاء انك انت لما 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 تيجي تبص تلاقي نفسك خرجت من افريقيا تركز بطريقه جامده جدا وقويه جدا وتصرف عشان تاخد بطولات في الفولي وكره اليد، ذكاء وحقك طبعا مؤكد، حق رياضي وحق انساني. حتى احنا اتكلمنا ان في طبعا حاجات مالكش دعوه انت استفدت منها ما خلاص انت استفدت وانا ما استفدتش منها يحسب لك لكن حقك وافرح يا سيدي، انت كسبت بطوله كان كل متصورك مش هتكسبها زي الكره الطايره. لما اجي افرح بكره اليد تقول لي مش عارف ايه، ما هو نفس المعيار يا ابني، انت بتحدفني بترجع لك بتعريف بقى منطق، بس خليك جمهورك يفرح وخلي جمهوري يفرح. ايوه بالظبط، احنا ينبغي ان احنا الرياضه
تكون مصدر بهجه للجميع. بالظبط. لكن انك انت تفضل باستمرار تقول كلام ما حدش هيصدقه. حتى دلوقتي في اصوات عاقله من بين الزملكاويه بتكتب هذا الكلام. يا جماعه ما كفايه النغمه دي، عايزين ننافس، عايزين نشعر ان احنا مش كل حاجه يعني ايه طز اصلها هايفه ملهاش لازمه. ده تلت العالم يا راجل ملهاش معنى. طيب تالت العالم اللي خدها مرتين الحقيقه على التوالي الاهلي تحت قياده بيتسو موسيماني. وهنا لما بقول الاهلي بقول الاهلي بيتسو موسيماني راجل مدير فني، واحد من الاهم الاسباب بعد هذه الرباعيه الرائعه. نشوف بيتسو موسيماني رايه ايه. وي نوت هير تو بريك ريكوردز. احنا هنا مش موجودين عشان نعمل ارقام قياسيه ونضرب الارقام القياسيه. I'm not competing with anybody. انا مش بنافس مع اي حد. But with myself. بنافس مع نفسي انا. And if you focus on records you will make mistakes. لو ركزت في الارقام القياسيه هترتكب اخطاء. Because you personalize it. يعني هتبقى الموضوع شخصي، هتشخص الموضوع. For me the team comes first. اهم حاجه الفريق بيكون هو يجي في الاول في المرتبه الاولى. Yes, you have to understand I've known Percy for 20 years. بيعرف بيرسي من 20 سنة. And also I've been a coach for 21 years. هو كان مدرب بقاله بقاله 21 سنة بيدرب. I've been in this situation before where the team doesn't score the goals. عايش مواقف مشابهة زي دي لما يكون الفريق بتاعه ما بيسجلش أهداف. It's not the first time for me. مش أول مرة يعيش الموقف. In fact, it happens every year. خلينا كده عايش وكتاب كل سنة. Yes, and it has been a big concern even for myself. حاجة مهمة جدا حتى بالنسبة لي أنا. But I've always said to you that I get worried if the team doesn't create the chances. دايما كنت بقول لكم يعني في المؤتمرات الصحفية أنا كنت بقلق لو الفرقة ما خلقتش فرص. But when the team makes the chances. لكن لما نخلق فرص الناس تصنع فرص. You have it gives you a hope. بتديك أمل. And it's not all about Percy scoring today. والموضوع كله مش مكانه ان بيرسي سجل النهارده. I've also waited for Sharif about 10 games to score one goal. كنت منتظر برضه شريف من 10 ماتشات ان يجيب لي جون وجاب. You know, so let's not focus on Percy only. ما ركزش بس على بيرسي بقى. We have a team. عندنا فريق. But for me the most important was Tahir to score. الاهم بالنسبه لي كان طاهر مسجل. Because I took a decision that he must play striker. لانه خد قرار النهارده يلعبوا راس حربة. And I know if he doesn't score you'll always say what was the decision. هو عارف طبعا هو ما كانش سجل النهارده كنت هتلوموه تقول ليه لعبتوا راس حرب لعبتوا راس حرب ليه. That's the life of a coach. ودي هي حياة أي مدير فني. We have not qualified to the semi final. بيقول لحضرتك حاسس ما تأهلش بتقول مبروك إن هو النتيجة دي تقريبا حطيت رجلك في النهائي تقريبا بشكل كبير ممكن تديك فرصة إنك تعمل تغييرات في الماتش العودة بيقول لك إحنا لسه ما تأهلناش. الحقيقة أنا موافقه على كل كلمة قالها. هو ده بيتسو موسيماني اللي أنا عايزه. ولما قابلته فاكر لما انا وإيهاب الخطيب سميناك ابو بيتسو لانه قال لك انت قلت له اذا كنت يعني بيهمك رايي فانا بقول لك ما تنسقش ورا الاسئله المستفزه واشتغل لنفسك واشتغل لفريقك ومش كل الاسئله لازم تجاوب عليها. طيب هو كان رائع جدا في هذا المؤتمر الحقيقه ورائع جدا في ادارته للمباراه واليوم كان كويس وهو قال كلمة مهمة لو كان طاهر ما سجلش كنت زمانكم كلكم تصرخوا فيا دلوقتي. لكن أنا كنت شايف إن هو يستطيع. سجل جون واتلغى له جون وعمل اسيست يعني عمل ماتش كويس. شريف سجل تاو ورجع كسب قناعات الناس التاني وأظهر قدراته. الكل أجمع إن هو رجل المباراة. حتى يعني ولذلك مش عايزين يا جماعة على طول الحكم بالتوقع، احنا عايزين ايه من كل واحد في كل ثانيه ونحكم على الناس ونقيمها لحظه بلحظه، ما ينفعش كده، عندنا افضل فريق عايزين نديله الثقه. عجبتني جدا جدا لقطه هاني وتاو وبقدر ما عجبتني يعني صعبوا عليا. يعني الضغط عليهم كان جامد جدا جدا جدا. وبعدين يعني يروحوا يقولوا بعد ما عمل الجون بشكل رائع جدا كل تمات انت ما بتعرفش تلعب كره عرضيه وتاو يحرز الهدف الثاني بتحرك في توقع وفيرود محترف راحوا الاثنين كلكم على دماغنا من فوق رغم القسوه اللي طالتهم في النقد. مش عايزين قسوه، ليه عايزين قسوه؟ ما احنا ممكن ننبه من حقك تقول انت عايز قول اللي انت عايزه
دون الإقلال. أنا شفت كريكاتير ضايقني جدا 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 بيمس لعيب من عندنا برضو. ما ي... هل ده ممكن يكون ألاوي؟ أستاذ إبراهيم أنت كنت بتقول لي حاجة كده ما تشارك الجمهور بتاعنا فيها. عايز أقول لك على حاجة، كابتن نعمان الله يرحمه كابتن عبد الجيد نعمان في فترة كده الأداء اهتز بتاع الأهلي قوي والنتائج، فكنت بديله مقالة فيها قسوة على اللعيبة شوية فتحفظ، فبقول له كابتن بس الجمهور متضايق من اللعيبة، قال لي منطق. بص بقى الأداء المسؤول، قال لي طيب واحنا عايزين نقومهم ولا نموتهم؟ ابنك ده لما يجي محلش في الامتحان وما توافقش تطبطب عليه وتقومه ولا تعمل زي الغريب تدوس عليه؟ قال لي هم ناقصين، يعني هو الاعلام الاخر لا لا انا قلت والجماهير الثانيه دايسه عليه ما تهربش من الثاني. لا مش لا كل ما يقال انا كنت بقول لك في كاريكاتير ضايقني فانت كنت بتقول لي لا ما 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 ما, 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 ما تصدقش ان ده كله تبع النادي الاهلي. لا عايز اقول لك على حاجه، طيب ما هو ده يا جماعه على السوشيال ميديا اكثر مني احترافيه في الحته على دي. السوشيال ميديا في كتائب، في كتائب وحسابات فيك واتقالت كتير وحسابات مدفوعه وموجهه، لازم تخبطوا في الخطيب ولازم تكسروا في المجلس ولازم تحرضوا الجماهير ضد مجلس الاداره ولازم تطفشوا موسيماني ولو ترجعوا وتضغطوا على اللعيبه. فاكرين الحته بتاعت الرساله بتاعت الواتساب لما صحفي بيقول لاسماعيل يوسف انا ملتزم لكم انه صالح جمعه ما يلعبش عندهم وهنفضل وراه واحده بواحده، فاكرين انتوا الحكايه دي؟ وفعلا فضلوا متربصين بصالح جمعه، اتشاهد في الحته الفلانيه، شهد في المكان الفلاني، لغايه لما الراجل مشي في سكه صعبه وكان حظه قليل ما كملش رغم ان الاهلي صبر عليه كتير. ده بيتعمل مع جماهير الاهلي، يتحرضوا ضد لعيبه بعينهم، لازم تهزوا ثقتهم، لازم تخبطوا في الخواجه، ما ينفعش موسيماني يكمل، وكل شويه يطلعوا للكابتن الخطيب اي مشكله في اي كلام. دي كتايب، دي كتايب ودي حسابات فيك معموله. وشفنا احنا من يومين ثلاثه على السوشيال ميديا تسريب حاصل لاحد الصحفيين اللي كان هنا في القناه وانتقل الى المعسكر الاخر في كلام واضح وصريح، اعمل لي حساب فيك وسيبني، ابعت لي بس انت الباسورد بتاع حساب فيك وشوفنا انا هعمل معاهم ايه كده. فجمهور الاهلي كان امينا وانت على اعلامك وانت قعدت تصرخ وتقول لهم مخترق مخترق مخترق. ما هو واحد بيقول لي ايه، طب ما لسه في اختراق جوه القناه، ممكن يكون فيه لكن بالشكل الواضح المعلن ان هم المسؤولين عن القناه يختطفوها، لا مفيش كده. ما هو انا مش هشق على قلوب الناس لكن لما بيثبت ان في حد، ما هو الاداره بتدخل بسرعه طبعا، وده حصل مع احدى الزميلات قبل كده ومفيش تاثير ليه على رساله القناه. هو نفسه اللي انت بتشير اليه ده ما كان في اصوات تقول لك ايه يعني، ما هو المهم اداء المهني ايه مهني ايه ان انا ادخله بيتي يعرف اسراري ويوجه وكانه امر يهمه، كل دي اشارتهم اتقشرت وبانت. تخيلوا ده كان وضعنا، فاحنا دي غيرتنا عن النادي الاهلي يا استاذ ابراهيم. احنا يعني وامانتنا عند الجمهور ان الجمهور يفطن لده، يشوف الالاعيب اللي بتتعمل ضد الاهلي ايه، وبنعيد ونزيد وناكد اللي قاله المهندس عدلي، يا جماعه كل طرف يحتفل ببطولاته ويفرح بلاعيبته ويهلل انتصاراته ويمجد قيمه ناديه، لان كل انديتنا الشعبيه احنا هنكون اسعد الناس لما تبقى كل الانديه الشعبيه في مصر مزهزقه وناجحه وجماهيرها مبسوط وجماهيرها مبسوط لانه ده المناخ العام وده الشعب. لكن استهداف الاهلي عمال على بطال، التكسير في الاهلي عمال على بطال، زرع الاشواك قدام الاهلي عمال على بطال، هيسعد حد يعني؟ نطلع لفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا الاتحاد الافريقي لكره القدم بيقول ان المباراه النهائيه 30 مايو في الدار البيضاء وانه بيبحث اقامه الفاينل من الذهاب والعوده، ونتمنى ان ده يتم تطبيقه عاجلا على نسخه هذا العام حفاظا على حقوق كل الانديه المتنافسه. طيب من كره القدم لكره اليد بقى، لان الاتحاد الافريقي لكره اليد ايضا بيجري تعديلا على بطوله كاس الكؤوس الافريقيه المقامه في النيجر، واللي الاهلي يمكن قبل ما البطوله تبدا اقيمت مباراه السوبر، والاهلي توج بطلا للسوبر فيها على حساب الزمالك بعد مباراه قويه جدا بتمثل
أو بتأكد على قوة كرة اليد المصرية وتربعها على العرش الأفريقي، إنه مباراة الكلاسيكو المصري الأفريقي يكون بهذه القوة السوبر في النيجر والأهلي يتوج بطلا للسوبر. الحقيقة الأهلي يعني ما كانش بعيد عن التتويج السنتين اللي فاتوا، بالعكس ضاع منه بطولتين، منهم بطولة السوبر الماضية بتحكيم وشفنا كلنا الجذبة بتاعة المصري من الأحمر وتصويب مع صفارة النهاية من يحيى الدرع حسمت اللقاء لصالح الزمالك. وأكثر من ماتش الأهلي كان يفقد المباراة في الثواني الأخيرة. الجديد في هذه المباراة، وهنا بقى ممكن يعني إذا كان يعني للأجهزة الفنية دور، إن أنا أقول ربما دي تكون أحد بصمات مهمة للمدرب الأجنبي الجديد. أيوه. ليه بقى؟ وهو أسباني بالمناسبة زي أوجستي. أيوه. لأنك أنت الوضع كان معكوس، بدايتك ما كانتش موافقة واسترديت زمام المباراة في اللحظات الأخيرة. الشوط الأولاني 19-16 للزمالك، ثلاث أجوان. ودي بتقول إن ربما أنت بتلعب برضه انت جواك لسه حته مش مصدق انك ممكن تكسب الزمالك. لكن مع سياق المباراه والتكتيك اللي اتعمل والتدعيمات طبعا اللي تمت، والناس اللي بتقول لك هو الاهلي جاب ناس عشان يلعب بيها البطوله، الله ما ده كان حلو قوي في الكره الطايره الاسبوع اللي فات. بقول لكم حاجه غريبه جدا، قال لك هو الاهلي سمح له يجيب ثلاث لعيبه اجانب محترفين هم اللي كسبوه. طب والزمالك جاب الثلاثة أجانب في الطائرة كسبوه؟ لا على فكرة، والزمالك دعم نفسه بلاعيبة من سبورتنج. ما هو من خارج تدعيمات في الحتة اللي هو محتاجها، والزمالك هو دعم نفسه بكل لعيبة مصر. عايزين إيه يعني؟ فإحنا يعني كويس لكرة اليد المصرية أن يبقى هذا الصراع القائم، مبروك للنادي الأهلي. ودي النقطة الثانية بقى. أيوه. عندما تأخذ بالأسباب يا أستاذ إبراهيم. الأهلي يتحرك سريعا في الأسبوع المرعب اللي خسرنا فيه يد وطايرة، ما كناش متوقعين هذا الكلام. فالحقيقة كان تحرك سريع جدا لدعم الفرقتين عشان يقدروا يستردوا الأرض المفقودة وبسرعة. خلي بالك أن النادي الأهلي هو بطل النسخة الماضية في كأس الكؤوس. طيب بفرحة السوبر اللي انتوا شايفينها ديت، دخل الاهلي كاس الكؤوس. الحقيقة الاتحاد الافريقي النهارده بيخطر الاهلي بالتعديل على جدول المباريات بسبب انسحاب عدد كبير من الانديه المشاركه في البطوله. البطوله مقامه في النيجر برضو، وفقا لهذا التعديل الاهلي هيفتتح رحله الدفاع عن اللقب امام كيركوس الاثيوبي بكره الصبح الثلاثة الساعه 9 الصبح، حاجه كده على الريق يعني. 9 الصبح بكره الأهلي وكيركوس الأثيوبي في بداية رحلة الأهلي للدفاع عن لقبه في كأس الكؤوس الأفريقية في النيجر. الأهلي المباراة الثانية في المجموعة هتكون قدام دون بوسكو الإيفواري يوم الأربعاء الساعة 3 العصر، يعني بكرة 9 الصبح مع الفريق الأثيوبي، 3 العصر يوم الأربعاء مع الفريق الإيفواري. آخر مباريات الأهلي في هذه المجموعة هيكون مع فاب الكاميروني يوم الجمعة إن شاء الله الساعة 7 مساء، 3 و4 وجمعة. أتمنى تكون المباراة السابقة دي حافز للفريق أنه يصدق أنه هو البطل، وأنه يقتنع بهذا، وأنه يتحرك أن يأخذ البطولة التي تدعم البطولة. أنت لو خدت البطولتين دول ورا بعض هي الجدارة. فأعتقد أن ننتظر منهم يعني يكون التركيز بقى على مدى الشوطين بإذن الله. والكابتن الخطيب اتصل بالبعثة هنأهم على التتويج السوبر وطالبهم المزيد من التركيز والجدية والالتزام في كأس الكؤوس للعودة بالكأس والحفاظ على اللقب. وإسلام حسن كابتن الفريق قال إن احنا سعداء جدا بتحقيق لقب السوبر لأنه كان عن جدارة كاملة. وإبراهيم المصري قال الروح القتالية هي السر في التتويج. وعبد الرحمن حميد قال لك احنا كنا واثقين فعلا من هذا الفوز. وأحمد عادل بيهدي السوبر الافريقي للجماهير. والكابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كره اليد بياكد انه السوبر الافريقي بدايه هدايا كره اليد للجماهير الاهلي والمجلس الاداره. تعليق سريع كده. ايوه. عبد الرحمن حميد ده حارس المرمى
اللي تحمل مسؤوليه هائله بعد خروج الطيار الاحتراف في المانيا. وطيار هو لم يكن افضل لاعب في افريقيا حارس مرمى يعني، فهو من افضلهم. ايوه فالناس كانت متخوفه الحقيقه. اعتقد ان عبد الرحمن حميد ده يعني عمل مباريات هائله، وخصوصا هذه المباراه. يعني حارس مرمى بيصد 4 ضربات جزاء يا استاذ ابراهيم. أيوة. يعني حاجه رائعه جدا، زائد الاوقات الحرجه طبعا كان بيتواجد فيها، وهو حارس المرمى احد مفاتيح دايما الفوز لفرق كره اليد. ولكن ايضا كاستيلو عمر خالد. عمر خالد ده جناح ناشئ 2002، لا مهاب 2002، لكن هو ايضا ناشئ. انا بقول الفرقه يعني متوسط السن بتاعها كويس. ايوه عايزين نبني على ده ونعمل شخصيه البطل اللي هو لما تروح منه بطوله بقى يزعل. يعني ما ياخدهاش ان هي ما هم احسن مننا، لا. كل التهنئه لاسره كره اليد والكابتن خالد العوضي مدير قطاع الناشئين الجديد، اللي دي بدايه عمله. والحقيقه كان رائع جدا في كلامه كمدير للنشاط الرياضي، كان رائع جدا في تاكيده على انه ده استمرار لثمار عمل الكابتن رؤوف عبد القادر واداره قطاع النشاط الرياضي وكل من سبقوه. ما كابتن يا استاذ ابراهيم، الاهلي منظومه مؤسسيه كله بيبني على بعضه، ولكن احيانا انت في بيتك تبقى الناس عامله اللي عليها كلها، بس في تطوقه متحركه كده محدش يشوف غير لما يجي لك حد يروح عاملها لك كده. النظره الخارجيه دايما بتشوف النواقص وتكملها، مش معنى كده ان ده عيب في اللي موجود. اللي موجود عمل دوره، لكن نظره خارجيه تضيف جديد. بالظبط. ولكن في الاخر كلهم ولاد النادي الاهلي، نتمنى لهم التوفيق، لان محدش بيشتغل لصالح نفسه، كله بيشتغل لصالح النادي الاهلي. وعشان كده مجلس الاداره منذ قليل اعلن عن تعيين الاستاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس الاداره السابق مستشارا لمجلس الاداره لقطاع النشاط الرياضي. ده كان اختيار مهم جدا انفاذا للمشروع اللي كان اتكلم عنه الكابتن محمود الخطيب مع الاستاذ ابراهيم الكفراوي قبل الانتخابات، عن مشروع لتطوير قطاع النشاط الرياضي. شوف ابراهيم الكفراوي هو اكثر الناس خبره في موضوع النشاط الرياضي، لانه هو كان سكرتير العاب ماء وعضو مجلس اداره ومكتب تنفيذي، وكان بتعدي عليه كل المشاكل. هو قريب من النشاط الرياضي، هو اختيار موفق، بس لازم نبقى عارفين هل هو هيستنى لما تتعرض عليه الازمات والمشاكل ويقول رايه، ولا هيبقى راسم ومشارك في استراتيجيات وسياسات، ولا هيبقى بيقول رايه في قرارات سوف يتم اتخاذها خاصه بالنشاط الرياضي. يعني تعيين أجهزة، دعم ميزانيات، يعني المفروض هو يعني أنا أتمنى عنده مشروع أتمنى أن تتوسع صلاحياته، ولو حتى تبقى صلاحيات يحسمها مكتب تنفيذي، يعني مش ضروري يبقى صاحب القرار. أي. بس الدراسة النهائية يبقى هو عنده الصلاحيات أن يحط بصمته ورؤيته وتأكيده على اللي ممكن يفيدنا ايه واللي ناقصنا ايه. لان دي نقط مهمه جدا، وانا قلت لك هي المساله بتضفر بعضها. يعني المدربين ولا اجهزه بتساعد مدير النشاط، مدير النشاط بيساعد مجلس الاداره، لما يجي مستشار بحجم الاستاذ ابراهيم كفراو هيساعد مدير النشاط، هيساعد كل النادي، هيساعد المكتب التنفيذي، هيساعد مجلس الاداره. يبقى في هنا عمل مؤسسي صح. يعني انت بتسد ثغرات عشان ما حدش يقول لك ما سالتش فلان ليه، ويا ريت كنت عملت كذا. ما زلنا في عمليه بناء الاخذ بالاسباب السليمه، واعتقد ان خطوه مجلس اداره يحيي عليها طبعا. والتوفيق كله طبعا للاستاذ ابراهيم. كل التوفيق للاستاذ ابراهيم الكفراوي في عمله المهم، اللي انا قلت لكم انه من قبل الانتخابات وكان التركيز على انه ضروره ان يعكف على وضع تصور ومشروع اصلاحي لتطوير قطاع النشاط الرياضي في النادي. كل توفيق للاستاذ ابراهيم الكفراوي، وهو جدير بكل هذه الثقه، لانه زي ما المهندس عدلي اشار هو مش بس ابن حتى هذا القطاع النشاط الرياضي كاحد ابطال العاب الماء، لا هو كمان عضو مجلس اداره من تحت السن.
يعني جابها من بدري قوي، فتدرب كل هذه السنوات عضو مجلس اداره تحت السن في مجلس كان بيرأسه الكابتن صالح سليم، ثم فوق السن مع الكابتن حسن حمدي، ودلوقتي دوره فاتت مع الكابتن الخطيب، فاقترب من ثلاث رموز كبيره خد منهم خبرات كتيره. دايما اقول يعني يعني دوروا على الرضعين. ايوه من جنينه النادي الاهلي. ايوه الناس اللي هي شيء وحطت ايدها في كل حاجه. صحيح. وتابعت كل حاجه وساهمت بالقرار والدراسه. صحيح. والمتابعه. ايوه وعندنا نماذج كتير جدا موجوده في مجلس الاداره مهيئه لهذا الامر. ايوه وانا مبسوط جدا من فكره ان اعضاء مجلس الاداره وخصوصا الشباب منهم. ايوه اللي هم بقالهم 3 4 سنين ما بيفوتوش تقريبا ايفنت او منافسه الا لما يتابعوها. أيوة. وحتى الكابتن يعني شوف تشوف العمري فاروق، تشوف الكابتن الخطيب، تشوف خالد مرتجي، تشوف مع احترامنا للالقاب، تشوف الجرحي، تشوف كل الناس، انديل، ضماطي، سراج كلهم. أيوة. طبعا ومهند ابننا اللي هو بطل من ابطال الكاراتيه. الكاراتيه وراجل حاطط ايده برضه وطالع في سكه انه يبقى عنده خبرات كبيره. انا عايز اقول احنا اهم حاجه انك تبني كوادر، اهم حاجه بناء الانسان، بناء الانسان اللي يقدر يتواصل بسياسه الاهلي باستراتيجيته بقيمه بعمله المؤسسي. فتطمن. ايوه حتى انه يبقى عندك دائما هناك يعني من يدير الازمات. اهم حاجه اداره ازمه، اداره الازمات، واهم منها توقي او توقع الازمه. صحيح. وتوقيها. صحيح. ده احنا لما بنوصل للمرحله دي بيقول لك الاهلي والكهنوت ما حدش يعرف عنه حاجه لانه ما حدش بيفكر، ما حدش بيحس المشكله. صحيح. انت بتتوقعها بدري، بتشمها وبتعالجها. عايزين نوصل للمرحله دي، واحنا دلوقتي طريقه الاخذ بالاسباب ماشيه في السكه دي. ده في قطاع النشاط الرياضي. ايضا الكره الطايره، انتوا عارفين انه ابطال الاهلي موجودين في تونس بيشاركوا في البطوله الافريقيه في نسختها الـ40، البطوله من 7 الى 17 مايو بيتنافس فيها 14 نادي اتقسموا لاربع مجموعات. الزمالك كان المفروض يشارك لكنه اعتذر عن عدم المشاركه لانه الاتحاد الافريقي قال لك ما حدش يشارك بلعيبه حديثه التكوين، يعني ما فيش حد يضم لاعب لاجل البطوله، لازم يكون مضى 3 شهور على الاقل على قيد اللاعب في قائمه هذا النادي. فالزمالك القوى المضافه الاجنبيه اللي اضيفت ليه خد بيهم بطوله الدوري كان مش من حقه يشارك في افريقيا بيهم، فاثر السلامه واعتذر عن عدم المشاركه. انا عايز اقول انا اميل الى هذا المعيار. اه طبعا. يعني ولو اني استفدت في كره اليد النظام بيسمح بالدعم. اه. ما غير استفاد يعني. لكن انا يعني ما انت عشان تبقى بطل لازم يبقى عندك الفرقه اللي هي يعني جابت لك البطوله. بالظبط. انما هنأجر ناس يعني زي انظمه، انا قلت رايي قبل كده قبل ما يحدث، ولكن برضو مش معقول هتتفرج على الناس وهي بتستفيد من هذه التسهيلات وانت لا تسعى ولا تستفيد منها. لو المعيار ثابت على الجميع نحن لها. بالظبط. لكن يعني هتفصل لا. فعشان كده النادي الاهلي يشارك بالسكواد بتاعه. بالظبط. آه. المحلي. الاهلي في المجموعه الاولى معاه القليبيه التونسي والاهلي فاز عليه 3-0 امبارح، ومعاه ايضا فاب الكاميروني، والمجموعه الثانيه فيها الترجي ولايتا ديتشا الاثيوبي ودوان الكاميروني، والثالثه فيها سلطة الموانئ الكيني وفوكاش سبور الكونغولي وإي إن جي إس الإيفواري وجامعة مادا الأثيوبي، والمجموعة الرابعة فيها ميناء دولة الكاميروني والجمارك النيجيري والبنك الكيني وجيسكارا الرواندي. الأهلي هو البطل التاريخي لطائرة أفريقيا، عنده 14 لقب ما شاء الله، كان آخرهم في 2019. الأهلي بدأ امبارح بالفوز 3-0، و انتوا عارفين ان هيتأهل اول وتاني كل مجموعه للدور ربع نهائي، وغاب الاهلي عن النسخه الاخيره من البطوله في تونس بعد اعتذاره عن عدم المشاركه وقتها. احمد صلاح واحد من افضل ان لم يكن، يعني الناس اللي بيقول لك مين ملك الصلاه ومين مش عارف، احمد صلاح يعتبر نسر الصلاه الاول في العالم. واعتقد لو تتذكروا الدكتور طارق الادور
وهو مسؤول اللجنة الإعلامية في الاتحاد الدولي لكرة الطائرة بالمناسبة. كان أعلن لنا هنا في ملك وكتابة قبل كده إحصاءات أحمد صلاح يعتبر نسر ألعاب الصلاة على مستوى العالم. عدد الألقاب اللي حققها أحمد صلاح لم يتحصل عليها أي لاعب في أي لعبة جماعية في مستوى العالم مش أفريقيا. أكد أحمد صلاح أن البطولة الأفريقية هتكون فرصة للتعويض جماهير الأهلي عن فقدان الدوري. وزميله أيضا النسر الآخر المتألق عبد الله عبد السلام قال أن شخصية الأهلي هتكون سلاحنا للعودة بكأس أفريقيا. وعبد الحليم عبو قال لك إحنا قادرين على الفوز بالبطولة. وأحمد سعيد بيأكد أنه الفريق راح تونس عشان يتوج باللقب. كل ده جميل؟ أيوه. إحساس اللعبة بالمسؤولية وعلى فداحة الخسارة المفاجئة. ولكن أنا مبسوط لحاجة. أيوه. أنا دائما أتابع الأمور وبيبقى عندك نجوم كده مش هتقدر تجيب محترفين أحسن منه. أيوه. يعني كنت أتمنى أن أحمد سعيد يستعيد مستوى. ولكني سعيد جدا 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 بأحمد أوض. واحد من أهم اللعبة في السنوات الأخيرة. والسنة اللي قبل اللي فاتت جاله صليبي. ورجعت الإصابة مرة تانية. فهو تقريبا يكاد يقول بقى له موسمين. ولما رجع على بطولة الدوري راجع في بعد فترة نقاهة. مباراة بالأمس ونجمها الأول بلا منازع لوحده مسؤول عن 11 بونت. جاب 6 ضربات ساحقة بلوكين وإرسال إيس. هذا معناه أنك تستعيد بطل ثقيل في توقيت مهم. لأنه برضه هو كان عنده التواء في الكاحل كده. نتمنى أن فرقتنا كلها ترجع بالسلامة أو تكمل سالمة وتعود لنا بالسلامة بإذن الله. وثقتنا كبيرة جدا في أنهم لو استردوا مستواهم ما تخافش أبدا على الأهلي بجد يعني في كرة الطايرة. ولا تخاف على الأهلي كمان في كرة السلة. برغم أنه خسر مباراته مع الاتحاد السكندري في البيست فايف. أنتوا عارفين أنه هذا الدور النهائي من البطولة 5 لقاءات الفريقتين بيلعبوهم وبإجمالي نتائجهم في الخمس مباريات بيتحدد البطل. الأهلي خسر يا باشمهندس من الاتحاد 86-77. شوف هذه نتيجة خادعة. أنت الماتش رايح جاي. هم كسبوا الشوط الأولاني ربع الأول والتاني اتعادلنا أظن في التاني. المهم التالت كسبته أنت فارق بنتين. في الرابع اتعادلنا 75-75. المفاجأة السيئة جدا كانت في الخمس دقايق بتاعت الشوط الفاصل. أي واضح ان احنا ارتكبنا مجموعة اخطاء غير منطقية. لان انت 75-75 تخلص 86-77. يعني انت جبت بونتين اتنين مفيش غيرهم في خمس دقايق. ده رقم يعني سيء غير مسبوق. فانا اعتقد ان النتيجة خادعة وان الفرقه قادره على باذن الله على التعويض. بس ايه انت كمان عندك ناس ناقصاك مهمه جدا. يعني احمد اسماعيل احمد اسماعيل واحد من اللعيبه المهمه جدا لانه دوره الدفاعي يا ابراهيم بسم الله ما شاء الله. هتسترده باذن الله في المباريات القادمه. اعتقد ان دي هتبقى يعني هنشوف فرقتين تقال بيلعبوا بعض يعني. طيب هي المباراة الثانية بكرة الثلاثة إن شاء الله، والثالثة يوم الخميس، والرابعة يوم السبت. يبقى ثلاث وخميس وسبت. في حالة احتياج الفرقتين لمباراة فاصلة هتكون يوم الاثنين 16/5 إن شاء الله. كل التوفيق لرجال كرة السلة اللي ثقتنا فيهم كبيرة زي أبطال الطايرة وأبطال اليد إن شاء الله. نطلع لفاصل وبعد الفاصل في القلب صالح. ما تخافش على الأهلي لأنه مع نهايات القرن الماضي والأهلي بيتوج نادي القرن في أفريقيا في جوهانسبرغ. كابتن صالح سليم تمنى أمنية داعب بيها الحضور أنه إن شاء الله نتمنى أن احنا نتقابل معاكم في نهاية القرن الجديد والأهلي نادي القرن. هو فعلا نحتفل بنفس المناسبة. هو فعلا ماستيرو. لا زال الأهلي نادي القرن
وبفارق شاسع أكتر مما كان. عشان كده ضربة البداية التي تأخرت لكنها مهمة في مقالي ومقاله في القلب صالح. 20 سنة بتمر هذا الأسبوع على رحيل رمز الأهلي الكبير وابنه الغالي ورمزه سامي المايسترو صالح سليم، ألف رحمة ونور عليه. كابتن صالح، يعني أنا في كثير من الأمور أشرت إليه أنه المعلم الغير محاضر. مش بيعلمك أنه يقول لك الصح كذا والغلط كذا، عمره ما قال كده. إنما المعلم بالنموذج. هو كان يعتنق مبادئه ويطبق ما يعتنقه. فأنت تراه يفعل. فأنا مندهش جدا من عملية التنظير، وكما قال الكابتن صالح كذا. الكابتن صالح ما كانش قوال، ما كانش بيقول. كابتن صالح يجي الموقف يتصرف. وقال لك انت كده. انا ماليش راي، انا ليا قرار. بالظبط. فان ينسب للكابتن صالح الكثير من الاقاويل حتى لو كانت طيبه، هي ليست اقاويل. كابتن صالح كان بيتصرف قدام الناس بيعمل ايه، واحنا كنا بنشوف. وانا مثلا مدير نادي، ها، عندما كنت اروح الى مكان في اجتماع في اتحاد الكره وبتاع، ويجي امر يمس سياسه كرويه او حاجه له علاقه بالنادي او سياسه عامه ويطلب رايي، اقول ساخذ هذه التوصيات الى مجلس الاداره لاتيكم براي النادي. يا كابتن عادل، ما انت عارف. قلت له انا عارف، بس الكابتن صالح ما يعني هو تربينا على انه لو حاضر معاكم في الاجتماع كان هقول لكم هرجع للمجلس. فهو كان بيعلمنا بالنموذج مش بالمحاضرات والاقاويل والشعارات والكلام ده. يعني لا الاهلي فوق الجميع، ولا الاهلي ملك لمن صنعوه، ولا لا افرط في حق. هو ما بيقولش الكلام ده، هو ما كانش بيفرط. انت يعني هو حقيقي لا يفرط في الحق. ايوه، مش لانه قال، لانه عمل، بيمارس ده فعلا لا قولا. انت بتشوف ياخد قرار، يواجه اتصالات. الكابتن صالح كان معلما بالنموذج وليس بالكلام. كابتن صالح، وعلى فكره هو ده التأثير. طبعا، لان الكلام موجود في الكتب. صحيح. يعني انت لو فتحت، كان زمان القراءه الرشيده يقول لك اغسل ايديك واغسل سنانك ومش عارف ايه وبتاع ايه. واحنا اطفال كنا بنقرا الكلام ده، بعضنا كان يتاثر وبعدين ينسى. لكن الاقوى منها ايه؟ لما يجي يقول لك ما تكذبش. ان تلاقي والدك الصدق. لا، والدك ووالدتك ما بيكذبوش. حتى كذبه بيضه، ما فيش حاجه اسمها كذبه بيضه. يعني انا اذكر، انا التليفون جه البيت وحد بيسال على والدي، كان لسه داخل تعبان عايز من البلد يعني. فبيقول لي والدتي، قولي له ما وصلش لسه. السماعه وقعت من ايدها، وانا صغير شفت المنظر ده خلاص عرفت. قالت له قول له انت، انا ما اقدرش اكذب، قول له انت ان انا مش موجود. طبعا هو ضحك طبعا، فمسك سماعة التليفون قال له طب تسمح لي بس انا لسه داخل، يعني هغير او اطلبني كمان ربع ساعه. لكن انا عرفت. الله، يا نهار ابيض، ده الحاجات دي كده يعني. وهي وحشه لدرجه انها ترمي السماعه كده بالطريقه المزعجه دي. اتعلمت هذا الكلام بالنموذج. ما حدش قال لي اوعى تكذب، لكن والله هذا المشهد عاش معايا طول عمري. ان الكذب ده ابو الشرور. وهكذا. انت احسن حاجه انك تكون انت قدوه بتصرفاتك. ايوه، مش بانك تمسك الناس. يعني انا لو قاعد اقول لاولادي ما تكذبوش يلاقوني انا بكذب. حتى كذبه بيضة. ما فيش حاجه اسمها كذبه بيضة. الكذبه البيضة اللي ممكن تكون يعني بتتقي شر، حدوث مصيبه، لكن مش بهدف انك انت تمررها كده، انك بس بتوقف الامر وبعدين يتم العلاج على مهلك. يعني فكان الصدق ابرز سمه في شخصيتك. هو بيتصرف عشان كده انت مصدقه. كابتن صالح ما قالكش انا بموت في الاهلي وانا بحب الاهلي لا، هو كان بيموت في الاهلي وبيعمل كل حاجه بيعملها، انه راجل بيموت في النادي الاهلي. ايوه، واللي يغلط في حق النادي الاهلي، لما جه هولمان ساب النادي الاهلي وهرب عشان كان خايف من حادث ارهابي معين،
بعت النادي الاهلي على الاستاد وطلع هو على المطار من غير ما يقول لنا. كابتن صالح قابله في ابها في السؤال في ابها ما رضيش يسلم عليه، بيمد ايده وهم بيوزعوا الجوائز عمل له بصبعه كده امشي اسمه امير محمد عبد الله يقول لي يا صالح يعمل عمل له كده امشي ابعد انت غلط خلاص تعرف ان اللي يهدر حق الاهلي ملوش مكان عندنا. فهو كان راجل يعني مش ما كانش قاسي لكن كان صارم. صحيح صارم في الحق او على الاقل يا سيدي ما يعتقد انه حق عشان ما لا بينتصر لقناعاته. فالكابتن صالح له وبعدين بقى الجانب الشخصي عنده غايه في الرقه. ايوه هتقول لي ازاي غايه في الرقه؟ هو في الموسيقى غاوي ومزيكا رسم غاوي رسم يعني حتى هواياته غاوي يطبخ غاوي حاجات ما تجيش على بالك ان هذا الراجل اللي انت ما تروح للبيت يطبخ لك عشان تاكل معاه لقمه هو ضيافته هو انك هنا يقول لك انت بتعمل ايه تعالى تلاقي العرب بتاع الرق بتاع ام كلثوم وناس قاعده بتسمع مزيكا وكان يحب المزيكا الشرقيه. راجل كان خفيف الدم. لا صالح سليم حاجه يعني ربنا رزقه بكل سمات اللي تحببك فيه اذا كنت انسان سوي. أيوة. لكن يا ويلك لو انت راجل كذاب ولا ملاوي على بتاع ابعد عنه ما يعملكش. انت نفسك هتكرهه ما يعملكش الف رحمه ونور على المايسترو رمز الاهلي الكبير يا جماعه كابتن صالح يعني وده شان عظماء الاهلي. احنا بالصدفه الفقره اللي فاتت المهندس عادل بيتكلم على فكره تتابع الاجيال في الاهلي وهو احد الرموز الكبار في تاريخ النادي الاهلي. المهندس عادلي بيكلمكم انه اكتر حاجه بيطمن لها انه يلاقي في اجيال في النادي في اداره النادي بتتشرب وبتتشبع فكر ونظام ومبادئ وقيم النادي من كباره وعظمائه. دول اللي بيعملوا استمرار لهذا النموذج الرياضي الراقي في المجتمع. هو ده اللي بينقل خبرات جيل بعد جيل بعد جيل. عارف اهم سمه في القياده ايه يا استاذ ابراهيم؟ اختيار الافراد. طبعا هي مسؤوليه يعني احنا بعد 20 سنه من رحيل الكابتن صالح بنترحم عليه ونذكره. شوفوا لما طلع جنب منه الكابتن حسن حمدي تقريبا ما سابش فراغ. اللصيق المباشر ليه كابتن صالح اول ما كان عضو مجلس اداره مشرف على الكوره من 72 ل 76 كابتن حسن كابتن الاهلي فملتصق مباشره معاه. لما كابتن صالح يتولى الاشراف على الكوره كابتن حسن يبقى مدير كوره يجي الكابتن صالح يبقى رئيس النادي في 76 في 80 يبقى الكابتن حسن عضو مجلس اداره بالتعيين هو اللي جايبه ثم بالانتخاب ثم امين صندوق ثم نائب رئيس ويظل معاه لغايه اخر ايامه او اخر لحظات حياته. هو ده الحرص على هذا الاختيار. وفي المقابل يتكرر الامر مع الكابتن الخطيب يدخل الكابتن محمود الخطيب الضلع الثالث في هذا المثلث الكروي مع الكابتن صالح والكابتن حسن والصوره الشهيره للثلاثه مع بعض تحسوا انه الثلاثه بيتبادلوا خبرات النادي وقيمه في التواصل. يظل الكابتن محمود الخطيب اللصيق المباشر للكابتن حسن حمدي يتشرب منه كل نظام النادي الاهلي وقيمه ونظامه وسياساته ويستلم عصا التتابع بعد منه. انا بحتفي جدا لما بشوف كادر بيتم احتوائه وتجهيزه. ايوه يعني ببقى مطمئن. يعني انا مثلا وانا في اداره التسويق والاستثمار تركت خلفي مين؟ تركت كان اقرب واحد ليا الدكتور سعد شلبي مستشارنا التسويقي. ايوه ثم حنان الزيني. ايوه طب والله يرحمه بقى طبعا حلمي عبد الرازق المستشار القانوني. ايوه طب انا بقى لي 7-8 سنين بره الموقع الرسمي او اكتر 10 يمكن لكن استمرار الكوادر دي وتنميتها واستفاده الاهلي وتعظيم هذه الاستفاده. شوف الدكتور سعد وما يضيفه ويضاف اليه من ارتباطه بالنادي الاهلي. شوف هو ده النهارده لما انت بتحتضن حد ببقى سعيد جدا انك تقول ايه والله انا جبت حد استفاد منه النادي الاهلي. ما كنتش شخصي ما جبتش واحد صاحبي
لان جبت واحد يفيد يبقى احسن مني. يعني دايما تحاول تجيب حد يسد فراغ باحسن منك. هو الكبير بيجيب كبير والكفء بيجيب كفاءة. اللي كفاءة. بيحب ما بيحسبش. اهي ادي الصوره اللي انا بقول عليها. بص بص تناقل الخبرات، تحس انه ده همس الاهلي، همس الاهلي بجد يعني. يعني لا طب انا اقول لك حاجه. شوف تعبيرات الوجه بتاع والاهتمام وحسن الاصغاء بتاع الكابتن صالح. كان يستمع ممكن يستفيد من اي حاجه. وكان راجل سريع القرار، يعني مش سريع القرار، متسرع يعني القرار عنده. اكلمه في لندن يرد على طول. طيب انت هقول لك رايي بس ما تقولوش اللي حاسه غير لما تشوف رايه ايه. لو متطابق قول له صالح موافق على الكلام ده. لا مش متطابق خليه يكلمني. حد يقنع التاني. وبعدين بعد ربع ساعه يرجعوا لي بالقرار. ايه ده المنظومه دي؟ ايه الثقه الهائله دي؟ ايه النادي ده؟ احنا بدانا من شويه يا جماعه الفيديو او التقرير اللي بالكابتن الخطيب بيستقبل فيه الشخصيه القطريه الكبيره الشيخ حمد بن خليفه بن احمد ال ثاني. شوفوا كلامه الراجل، سيبكم من مشاعره ان هو اهلاوي جدا وان هو ممتن جدا وشغوف بالاهلي، بس شوفوا كلامه ان هو اكتر حاجه اسعدته ان يلاقي هذه المؤسسه الكبيره بكل ما فيها هي نتاج التمويل الذاتي بدون الاعتماد على الدعم الحكومي. وقال انا فوجئت بالكلام ده. خدوا بالكم اللي بيتكلم ده رئيس الاتحاد القطري، بكل التطوير اللي بتشهده قطر زي الامارات انها تمنح النادي الاهلي جائزه الابداع الاداري كمنظومه عمل. شوفوا الرئيس نادي الوفاق الصيفي الجزائري، الراجل قال تصريح الحقيقه اتمنى ان الاخوه اللي هنا يسمعوه ويعوه. قال الاهلي اكبر من كونه نادي، انا شايف ان دي مؤسسه كبيره قوي، لدرجه قال لك الاهلي يسبق اي نادي جزائري بخمسين سنه في القدرات والتطوير، حتى الانديه الجزائريه اللي بتعتمد على الهيئات الحكوميه. قال لك احنا ما كناش بننافس فريق عادي، احنا بنواجه فريق فعلا. وجمال بالماضي على فكره المدير الفني للمنتخب الجزائري قال لك هو وفاق الصيف حظه كده انه جه قدام الاهلي احد اعظم الانديه في افريقيا. هو ده الاهلي يا جماعه، هو ده الاهلي اللي حلم له الكابتن صالح وداعي بالحضور بيه. لا يزال الاهلي في صداره وان كره الكارهون. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نشوف بقى مين اللي هيتمسك من عظمه لسان. اهلا بحضراتكم من جديد، وما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي عنده هذا الجمهور الكبير العظيم اللي هو طول عمره تاريخه او جمهوره ده حماه على مدار تاريخه. الحقيقه بعد مباراه الاهلي ووفاق سطيف وهذا الفوز الكبير، وقبل الفوز اللي بالاربعه، الاداء الرائع جدا الحقيقه والاداء الهجومي الايجابي جدا اللي كان ممكن المباراه تخلص لاي رقم تقولوه، تخلص 8 تخلص 10 تخلص اكتر، بس كمان وفاق سطيف ساعتها يسجل جونين يعني تخلص 10-2. اتكلم مستر بيتسو موسيماني وشفت رايه ان الراجل تاكيده وتركيزه على انه المساله مش في الارقام الشخصيه ولا الحسابات الخاصه، المساله في اداء الفريق ونجاحه. الصربي دراكونوفيتش المدير الفني لفريق وفاق سطيف اتكلم مع الزميل الكريم حسن شحاته في قناه الحياه عن الاهلي والمباراه وظروفها وماذا ينتظره في العوده. نشوفه. نحن لسنا سعداء بما حدث على الإطلاق، لأن النتيجة 4-0 نتيجة لم نأتي للقاهرة من أجلها، كنا نأتي أتينا القاهرة من أجل الخروج بنتيجة إيجابية. في بعض اللحظات في المباراة الأمور لم تكن في صالحنا تماما، وكان من الممكن ان تكون هذه النتيجه اقل مما كانت عليه. مين اللعيبه اللي من النادي الاهلي اللي عجبتك كمستوى وكمهاره؟ الحقيقه اعجبت بالكثير منهم، وكل واحد فيهم لديه شكل مختلف للعب. على سبيل المثال بيرسي
بيرسي تاو دائما موجود ويراوغ ويتعامل بفنيات عالية وذكي. أيضا هناك لاعب مثل الشحات وهو لاعب ذكي أيضا ولديه تأثير كبير ويستطيع أن يتحكم في إيقاع السرعة في المباراة. أيضا علي معلول رائع جدا يدعم فريقه دائما ويمرر كرات عرضية رائعة جدا. بتفكر في مباراة العودة ازاي وانت خسران 4-0 وبتلعب يعني في الجزائر على ملعبك امام جماهيرك؟ سنحاول ان نفوز ولكن لا يمكن ان نعتمد على فكر ينبع من اننا سنحقق مفاجأة كبيرة ولكننا سنلعب من اجل الفوز بهذه المباراة. برأيك ايه في موسيماني مدرب النادي الاهلي؟ تحدثت كثيرا عن في عدة مرات عن بيتسو موسيماني وفي مقابلات كثيرة وأرى أنه واحد من أفضل المديرين الفنيين في إفريقيا. لم يخسر أبدا أي مباراة في المراحل الإقصائية وأنا أحترمه كثيرا. طيب هنلجأ في الأحكام على الناس لقلقنا ومخاوفنا ورغبتنا الشخصية ومعاييرنا الشخصية ولا هروح للخبراء؟ كل الأسماء اللي الراجل أشاد بيها واحترمها كثيرا هي أسماء تعرضت للهجوم القاسي جدا، لم نستثني أحد. العالم ينظر إلينا في مكانة واحترام ونحن مشغولون بإثبات صحة وجهة نظرنا واحنا بنتفرج بنبقى خايفين، فالقلق هو حاجة طبيعية لكنه بيفسد أحكامنا الموضوعية. لأن أنت لما بعد كده بترجع تتفرج على الماتش بهدوء وأنت عارف النتيجة وكسبان بتنبسط من الأداء. فأنا أرجو إن احنا نرجع ونحط الأهلي ومصلحته ونرجع للكتالوج الصح اللي بقى اللي عمالين يقولوا صالح سليم. لا، الأهلي لا يضار من المدرجات اللي هي اصبحت النهارده انتقلت المنصات لان مفيش مدرجات دلوقتي. بالعكس انا شايف لو في مدرجات ما كناش هنجد هذه القسوه من المدرجات على اللعيبه. كان لما حد مشجع يندس في وسطهم عشان يقول اس يروح مسكتينه يعني. انما العلامه بتاعت الاهلي اتخلقت في ايه؟ انك تبقى خسران والناس بتقومك لحد ما بتخيبش أملها. ومن هنا تأتي شخصية الأهلي من المدرجات الداعمة مش الناقدة. وكل واحد يقول لك ما احنا من حقنا يا سيدي، حقك وانت قاعد مع أصحابك، لكن عندما توجه رسائل مباشرة إلى دائرة اتخاذ القرار أنت بتضغط عليها وبتشوهها وبتأذيها وبتخليها برضو مش شاعرة بالعدل. يعني هو الناس عمالة تاخد بالأسباب لكن مش في كل مرة لازم نحقق العلامة الكاملة. نتمنى أن نحقق العلامة الكاملة. العالم ينظر إلى محاولاتنا دي وإلى درجة تحقيقنا لأهدافنا بمعيار عالي جدا على مستوى العالم، وجبنا لكم الأمثلة وهو المنافس بتاعك بيحكم عليك إزاي. ده مش بس دراكوفيتش الصربي وهو رؤيته طبعا لأنه ده المنافس. جمال بالماضي بقى الجزائري المدير الفني للمنتخب الجزائري حضر للقاهرة وشاف المباراة واتكلم عنها. ما سبب وجودك في مباراة اليوم؟ جئت إلى هنا لدعم الفريق الجزائري وفاق سطيف، وللأسف كانت المباراة صعبة جدا عليهم بسبب لعبهم ضد أحد أعظم أندية إفريقيا وهو الأهلي. للأسف هناك لاعبين تم طردهم مبكرا، ومن الصعب أن تلعب بعشرة لاعبين ضد الأهلي، ولكن هذه هي كرة القدم. وهناك شوط ثاني في الجزائر ولا نعلم ما الذي سيحدث هناك، ولكنها ستكون صعبة بالتأكيد. بالطبع لم أتوقع هذه النتيجة، بالطبع توقعت أن تكون مباراة صعبة ولكن لم أتوقع أن تكون بهذه الصعوبة، ولكنها كرة القدم. طيب جمال بن ماضي واحد مصنف من أعظم مدربي القارة وهو جاي، أنا جاي أتابع أداء اللعيبة أمام الأهلي ولكنه كان يلعب أمام أحد أعظم أندية أفريقيا. هو هكذا ينظر إلى النادي الأهلي، وهكذا يعني يجب أن ننظر إلى أنفسنا
وهكذا يجب أن يكون المعيار معيار. عايزين فرقتنا تبقى باستمرار في الشكل اللي احنا عايزينه بلا قسوة وبلا ظلم، لأنك لما تنساني الحلو يعني بتطلب مني كويس ليه؟ يعني انت بتنساني، انا عملت 1 2 3 دلعت شوية، تعبت شوية، قصرت شوية، افوق وانت من خلال دعمك ليا، او انتقد بلا اهانه ولا تقليل، لانك ما انتش عارف انك بتدي سلاح للمنافس انه يخلص عليك، لان لاعبتك هم بلا احسن باك رايت واحسن وينج رايت واحسن سنتر فيرد واحسن هافات واحسن جون واحسن دفاع موجودين في النادي الاهلي، واحسن باك ليفت واحسن وينج ليفت واحسن موهبه صاعده بكل المقاييس. انت لو شفت الدوري وغربلته مش هتلاقي غير 2 3 في كل الدوري ممكن ينافسوا لعيبتك، او بعضهم قد يتفوق لحظه في لحظه، لكن في المجمل لعيبتنا استاذ ابراهيم. عشان كده 5 منهم كانوا في التشكيل المثالي للقاره في هذه الجوله، 5 اهلي في هذا التشكيل المثالي ويستحقوا ان هم بعد ما فازوا بالاربعه الشناوي وعلي معلول وديانج وحمدي فتحي وبيرس تاو وطاهر محمد طاهر. عشان كده بقول للزميل ابراهيم فايق طاهر خد بالك طاهر. الخمسه دول موجودين في القائمه المثاليه للجوله الافريقيه. ما كانش مقبول ابدا امبارح ابراهيم فايق وهو معاه امير مرتضى منصور يزج باسماء لعيبه النادي الاهلي، ما كانش هيبقى مقبول لو ضيفك الكابتن سيد عبد الحفيظ وما كنتش هتعملها، تسال سيد عبد الحفيظ عن زيزو او عن نجوم الزمالك، ده مش مقبول لانك في النهايه المتوقع ان الكلام مش هيكون لصالح اللعيبه. نتمنى اداء احسن، دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 10 مساء الخميس القادم ان شاء الله. اصبحوا على خير.